وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة سقيا الماء، وضيفنا الشيخ أحمد علوان من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. يا مرحبا سيدة، الله يبارك فيك. إزي حضرتك؟ مكملين في سلسلة يحبهم ويحبونه، وهنتكلم النهاردة عن التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله أن يتوب علينا. آمين. اللهم آمين. احنا سلسلة يحبهم ويحبونه، لما تكلمنا قبل كده عن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، الله عز وجل قال في آية رقم 195 سورة البقرة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإحنا تكلمنا عن المحسنين، لأن أول صنف الله سبحانه وتعالى أعلن حبه لهم المحسنون. الصنف الثاني الآية رقم 222 سورة البقرة، الله عز وجل أعلن حبه للتوابين فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي أصناف تانية: المتقين، الصابرين، المتوكلين، المؤمنين، ده إن شاء الله نتكلم عنها في حينها. وغير القرآن، في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت بعض الأصناف الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب التوابين؟ نعم يحب التوابين، وما قالش يحب التائبين. أصل التائب ده ممكن تاب مرة ولا اتنين وخلاص، اللي هو يحب اللي يغلط مرة واتنين، لا، يحب التواب اللي هو يغلط ويتوب، يغلط ويتوب، يغلط ويتوب مرة واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين وألف. طالما أنك أذنبت فاعترفت بالذنب فعدت إلى الله سبحانه وتعالى، الله يقبلك. التوبة قالوا جاء من الفعل تابة، تابة أي عادة وأنابة، كلما يغلط يرجع لربنا سبحانه وتعالى. لما أقول تاب الله عليه أي عاد عليه بالمغفرة، طيب التوبة دي قالوا هي اعتذار. الاعتذار أنواع. ممكن أنا مثلا لما واحد يتهمني بحاجة أقول له أنا ما عملتش، ده اعتذار، أنا ما عملتش. ممكن أقول له أنا عملت لأن كنت مضطر أعمل كده، ده نوع تاني من الاعتذار. نوع تالت من الاعتذار وهو المعني بالتوبة: أنا عملت ومعترف أن أنا عملت بس مش هعمل كده تاني. ده اعتذار، ده نوع تالت من الاعتذار، وهو ده المعني بالتوبة. إنك أنت أذنبت، أنا أذنبت، وجاي تعترف بين ايد ربنا سبحانه وتعالى انك اذنبت، وبتقول ربنا: يا رب انا عملت كذا، يا رب اغفر لي، وبوعدك يا رب مش هرجع تاني للذنب ده. ده معنى التوبة. تمام. العلماء لما بيقسموا التوبة في توبة خاصة وتوبة عامة، ونركز في الكلام ده. يعني ايه توبة خاصة وتوبة عامة؟ في توبة خاصة ما تتقبلش، وفي توبة خاصة مقبولة، وفي توبة عامة مقبولة. التوبة العامة بمعنى أنا يا رب أذنبت من كل الذنوب اللي أنا عارفها واللي مش عارفها، عاوزك تغفرها لي. تمام. اللي هو لما حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخرة، ما علمت منه وما لم أعلم. يبقى أنا يا ربي دي اسمها توبة عامة، أنا بتوب يا رب عن كل حاجة أنا فاكرها أو نسيها، صغيرة أو كبيرة. تمام. دي توبة عامة صحيحة؟ صحيح. في توبة خاصة ربنا يقبلها، وفي توبة خاصة ما تقبلش. التوبة الخاصة بمعنى التوبة العامة، احنا قلنا بيتوب عن كل حاجة. ان انا مثلا كنت ببصليش الصلاة في وقتها، ان انا ما كنتش بسمع كلام والدي ووالدتي، ان انا كنت بكذب على الناس، ان انا مش عارف كنت بدخن، دي ذنوب ايه؟ دي توبة عامة لكل حاجة. تمام. توبة خاصة ان انا بتوب من حاجة معينة. هو مثلا بيعمل كذا حاجة، منها الكذب، يا رب انا هتوب النهاردة عن الكذب. هو ده ينفع؟ ينفع. لكن التوبة الخاصة بقى اللي مش مقبولة، هو بيتوب مثلا انا بكذب على والدي، بكذب على والدتي، بكذب على زوجتي، بكذب على اولادي، بكذب على جيراني، بس انا حاجي في الكذب ده وهعمل توبة عن الكذب عن ابويا بس، لكن انا شغال في الكذب على امي وزوجتي واخواتي وعيالي، ما ينفعش. انت كده بتلعب، ده اسمه لعب عيال. تمام. لان العلماء يقولون هذا اقرب الى الاستهتار والاستهانة بالتوبة. ازاي؟ انا مثلا انا واحد بيكذب، ما يجيش واحد مثلا يقول لك ايه انا هتوب عن الكذب عن والدي بس انا شغال في الكذب على ام واختي، لا، هذه توبه غير مقبوله. تمام. لكن انا هتوب عن الكذب خالص، مش هكذب من النهارده، مش هكذب على حد، هذه توبه مقبوله. تمام. طبعا ان التزم بشروط التوبه ونقولها في وقتها، يبقى دي التوبه ايه؟ احنا كده فرقنا ما بين التوبه الخاصه والتوبه العامه. قالوا الإنسان توبته بين توبتين، كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. ابن القيم ليه كلام طيب، أقول إن التوبة من أعلى المراتب. ليه؟ لأن ينبغي أن تلازمها في الأول، هي مرتبة أولى ومرتبة وسطى ومرتبة أخرى، يعني دايما التوبة تبقى موجودة معاك. كويس. فتوبة العبد بين توبتين معناها إن أنت
تحمد ربنا سبحانه وتعالى ان انت علشان تروح تتوب وفقك للتوبة. دي نعمة على فكرة، لان في ناس بتعصي وتتمادى سنة واثنين وثلاثة، فين لما يفوق ان هو في حاجة اسمها توبة وتوب لربنا سبحانه وتعالى. لكن انت لما تتوب النهاردة، وقصد لما تعمل معصية النهاردة وتتوب في نفس اليوم او بعدها بساعة او بساعتين، ده توفيق من الله سبحانه وتعالى لك. ولذلك حتى ابن القيم في المدارك بيقول ايه، هذه توبة توفيق وهداية، انه وفقك انك تقوم تتوضى وتصلي ركعتين، دي توبة بين توبتين، دي التوبة. التوبة الثانية ان يقبل منك التوبة. شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى، هو يوفقك علشان تتوب، وبعد ما تتوب يقبل منك التوبة. في كده سبحان الله، في كده يعني انت غلطت، فبقول لك هو بيوفقك انك خلاص بقى روح اعترف بغلطك وقول يا رب انا بتوب دلوقتي، وبعد ما تتوب ربنا يقبل توبتك. شوف بقى المعنى الجميل، لما ربنا سبحانه وتعالى بيتحدث عن عباد الرحمن، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. في معنى الناس كتير فاهمه، وده مش يعني مش صائب، اللي هو ايه، انا بقى لي 20 سنه بعصي ربنا، وبعدين جيت بعد 20 سنه فتوبت، يقول لك ال 20 سنه المعاصي دي كلها تتقلب حسنات. هذا راي، لكن راي غير صائب. طب ايه معنى اولئك، فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ انك انتقلت من المعصيه للطاعه، ده معنى. معنى اخر وهو صائب، اللي هو الذنب اللي انا تبت منه أجره إيه؟ أجره كذا، أجره مثلا 10 حسنات، 1000 حسنة. بيقولوا كل ما تفتكر الذنب ده بعد ما تبت وتندم وتقول إزاي عملت ده، وقت ما تفتكره تساب عليه. تمام؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تمام؟ في معنى جميل بقى، أنا عصيت بالنهار لكن أنا ما تبتش غير بالليل أو تاني يوم، ما حكم تأخير التوبة معصية؟ تأخير التوبة معصية. وفي كلام لابن القيم أنا حبيت أقرأه للناس، كلام طيب أوي في المدارك، بيقول في المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، لأنك ما تضمنش إنك تعيش بعد التوبة بعد المعصية. ولذلك من لطف الله وكرم الله ورحمة الله وفضل الله على الإنسان إنه يمهله بعد المعصية. هذه نعمة، هذه نعمة أن أمهلك الحياة بعد معصيته. ليه؟ بيديك فرصة. شوف أنت عصيت كم مرة وسابك كم مرة، شوف أنت بتعصي كم مرة في اليوم، شوف أنت بقالك كم أسبوع بتعصي الله، شوف أنت بقالك كم شهر ما بتصليش الفجر، شوف أنت بقالك كم شهر ولا كم اسبوع ولا كم يوم ما بتصليش الصلاه في وقتها، شوف انت اصلا كم مره صليت، ما في ناس ما بتصليش، مش دي كلها معاصي، دي كلها شوف انت كم مره قفلت السكه في وش والدك او وش والدتك، شوف انت كم مره رفعت صوتك على والدك ووالدتك، شوف انت كم مره كان تعاملك مع زوجتك تعامل قاسي، هي دي كلها ذنوب. اه طبعا كلها ذنوب ومعاصي. شوف انت كم مره عملت كومنت الواحد على بوست هو نزله على صفحته، او واحده ممثل فنان اي حد أو حد من أصحابك وتعليق مش حلو، تاخد على ده ذنوب؟ آه طبعًا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو يكتب خيرًا أو ليصمت. في حد بيسألني، هو أنا لو علقت التعليق مش حلو آخد عليه ذنب؟ الله سبحانه وتعالى أمرنا وقولوا للناس حسنًا. طبعًا. كل عبادي يقولوا التي هي أحسن، تعمل بأحسن حاجة. فطالما أنك أمرت بالأحسن فلو خالفت فقد عصيت. عصيت يبقى ذنب، كتب عليك سيئة. تمام؟ أرجع لكلام ابن القيم، بيقول المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور. هو سبحان الله إنه ربنا عايز يرحمنا، صحيح، وعايز يغفر لنا، نعم، وعايز يدخلنا الجنة والأبواب مفتوحة. إحنا بقى اللي نبدأ، إحنا يعني عندنا فرصة نغتنمها. فرص يكفي أن من أبواب الجنة الثمانية باب اسمه باب التوبة. في أكتر من كده، باب من أبواب الجنة الثمانية جنب باب الصلاة وباب الريان بتاع الصيام وباب الصدقة وباب الجهاد، باب اسمه باب التوبة. يعني انت خلاص انت عاوز تدخل الجنة تبقى تواب، انك لما تذنب تفوق. انا خلاص انا اذنبت فانا هرجع لربنا. نكمل كلام ابن القيم، المبادرة الى التوبة من الذنب فرض على الفور، عشان الناس اللي بتسوف، لان اكثر اهل النار المسوفون. اكثر الناس اللي تخش النار ربنا ينجيني يا رب، هبقى اعمل، هبقى اتوب، هبقى استغفر، هبقى ولا يجوز تأخيرها.
اللي هي التوبة، فمتى أخرها عصى بالتأخير. يعني تأخير التوبة ده معصية. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى. خلي بال حضرتك، أنا تبت أنا عصيت الساعة 5 آخر النهار، ما تبتش غير 10 بالليل، 5 ساعات فرق، دي معصية، دي معصية. أنت ما عليك توبتين، أخرت عليك توبتين، توبة إنك أخرت التوبة وتوبة من المعصية اللي أنت عملتها. استغفر الله العظيم وأتوب. فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة، وقل أن تخطر هذه ببال التائب. أيوة فعلا، خدت بال حضرتك، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبقى عليه، وفق ان انا خلاص طالما تبت من المعصيه معلش حاجه كده، وقد بقي عليه التوبه من تاخير التوبه. سبحان الله، ربنا يغفر لنا يا رب ويرحمنا يا رب كلنا رحمه واسعه. ونشوف كده اول تقرير طبعا. خير معانا في حلقتنا النهارده مع مؤسسه سقيا الماء، ونرجع نعلق عليه. مشاهدينا وفقرة خير جديدة من فقرات برنامجنا بيت دعاء ومؤسسة سقيا الماء. أنا موجودة معاكم في محافظة مرسى مطروح في مدينة سيدي براني. طبعا زي ما انتم شايفين المكان صحراء، لكن في بيوت موجودة هنا حوالينا. أنا موجودة بقى هنا ليه؟ موجودة علشان حاجة جميلة جدا مفرحاني ومفرحة قلبي، وطبعا وفاة دكتور عبلة الكحلاوي كانت صعبة وتقيلة على نفوسنا، وجعت قلوبنا زي ما وجعت قلبي، أنا وجعت قلب كل الناس وكل الدنيا زعلت على ماما عبلة الله يرحمها. كان عندها صدق، كان عندها دين، كانت حقيقية 100% زي ما دايما بقول، هي قدام الكاميرا زي هي في بيتها، زي هي في حياتها الشخصية، في شغلها، هي ماما عبلة واحدة كتلة من الحب والحنان والإخلاص والصدق الله يرحمها. علشان كده سبحان الله ربنا سخر لها كل الناس ان هي تدعي لها ويعملوا لها صدقات بعد وفاتها، وكل الناس زعلوا عليها، الله يرحمها رحمة واسعة. انا زي ما قلت لكم فرحانه قوي قوي، وبشكر مؤسسه سقيا الماء النهارده على الصدقه الجاريه الجميله اللي عايزه اوريها لكم تفرحوا كلكم معايا بيها النهارده. صدقه جاريه على روح الاستاذه الدكتوره عبله الكحلاوي من مؤسسه سقيا الماء، بير ميه، بير ميه هنا في سيدي براني، بيخدم البيوت والمنطقه الموجوده دي كلها. بير الميه طبعا زي ما انتم شايفين حنفيات الميه بتنزل، البير كمان بتاع مؤسسه سقيا الماء انا بحبه جدا لانه بير كده كله ادميه، مش بير بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه. انا طبعا اول مره اجي مرسى مطروح، اول مره انزل معاهم، وحسيت فعلا بجد بالصدق وبالمصداقيه وبالجمال في الشغل. بصوا مثلا البير الاساسي هو هنا، هو ده اللي بيبقى البير الشكل التقليدي، لكن هم عاملينه مجرد كأنه بيخزن بس المية، وفي موتور، والموتور بيمشي لحد لما بيملى خزان المية، وبعد كده حنفيات المية زي ما شفتوا الواحد بقى يشرب منها، يتوضى منها، المية اللي بقية دي الطيور والحيوانات بتشرب منها، وربنا يتقبل بجد. أنا سعيدة جدا جدا، وادعوا كلكم لماما عبلة وندعي نفسنا كمان بحسن الخاتمة. ودكتورة عبلة كان دايما تقول لي ربنا يخرجنا يا بنتي من الدنيا على خير، دايما دي دعوتها، ربنا يخرجنا من الدنيا على خير. ماما عبلة حبيبة قلبي خرجتي من الدنيا على خير، ونحسبك على خير، وإن شاء الله تبقي كده مع كل أهلنا كده ومستنينا في الجنة، وربنا يجمعنا بيكم في الجنة وفي الفردوس الأعلى يا رب. يا رب بقى احنا ندعي لنفسنا ان احنا نخرج من الدنيا على خير، ونعمل الاعمال اللي تخرجنا فعلا من الدنيا على خير. ربنا يكرم مؤسسه سقيا الماء، وشكرا على الصدقه الجاريه وبير الميه الجميل لماما عبله هنا في سيدي براني في مرسى مطروح، وربنا يتقبل من الجميع ويرحمها رحمه واسعه وفرحته قلبي. شيخ صالح، احنا كنا مع بعض في الحلقه يوم وفاه دكتور عبلة الكحلاوي، ويوميها طبعا كان يوم صعب، ويعني سبحان الله تقيل على النفس كده، بس يعني برحمه ربنا ربنا بيراضي فعلا. بس انتوا بقى يوميها قلتوا لي البشره الجميله بتاعه بير الميه. ربنا يحفظك يا استاذ، يعني طبعا حضرتك منورانا في مطروح،
فأنا عاوز أقول إن أستاذة الدكتورة عبلة رحمها الله أنا أحسبها كانت رحيمة بالخلق، فسخر الله عز وجل لها من يجري لها خيرا، وصوت الدكتورة عبلة كان يرن في كثير من بيوت المسلمين. فأنا عاوز أقول هتعمل حاجة لخلق الله، ربنا سبحانه وجل وتعالى هيكافئك بالصفة دي. صح. هي كانت رحيمة بالخلق، فربنا سخر لها ناس ما لهمش علاقة بيها يعملوا لها خير. فعلا. والله لك الحمد، ها هي مؤسسة سقيا الماء تنجز ما وعدت به وتقوم بما وعدت به على الهواء، وبفضل الله فترة قليلة جدا بفضل الله قامت المؤسسة بما وعدت به من إنجاز بئر صدقة جارية على روح الأستاذة الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله. فعلا سبحان الله، يعني احنا كلنا واحنا عايشين اللي نقدر نعمله من خير نعمله حتى لو بكلمة حلوة، عشان ربنا يسخر لنا اللي يعمل لنا بعد كده. احنا عايزين طبعا كل مشاهدينا اللي بيتابعونا يدعوا كده لماما عبلة ويقروا لها الفاتحة. نسأل الله جل وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة. اللهم إنها كانت ترحم الأيتام والمساكين والأرامل، فكن بها رحيما يا رب العالمين، واجعلها مع النبي المصطفى في جنة عالية قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، برحمة منك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين، ربنا يتقبل بسر الفاتحة. شاركنا خير كبير وساهم معانا في حفر بير، بدعمك وتبرعك هنفضل مستمرين في توصيل المياه للأسر الفقيرة وحفر الآبار في مطروح وسيوة لأهالينا. مؤسسة سقي الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا لما استلمنا بير حبيبتي الله يرحمها ماما عبلة دكتور عبلة كحلاوي، ويعني بجد حاجة تفرح وأحلى هدية لحبايبنا اللي سبقونا، يعني صدقة جارية وبير مية. والله احنا بصراحة انا مستوى شخص انا لا امل ولا اكلم ان انا اعقب على اي حاجة تخص او متعلقة بالدكتورة عبلة الكحلاوي، الله يرحمها يا رب ويحسن اليها كما احسنت الى الناس في حياتها. هي دي مكافأة، يعني هي قدمت فربنا سبحانه وتعالى بيكافئها، الجزاء والاحسان الا الاحسان، احسنت فاحسن الله سبحانه وتعالى اليها، لكمان لسه في الجنة اما ربنا يكرمها يا رب. نسأل الله ان تكون من اهل الجنة لما ربنا عز وجل يقول لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. إيه لما تدخل الجنة أي حاجة هي عايزاها لهم ما يشاءون، يعني عشان كل أي حاجة تطلبها ليه؟ لأنها أحسنت، فلما أحسنت فكان الجزاء من الله سبحانه وتعالى، اطلبي ما شئت. الله يرحمها رحمة واسعة ويتقبل يا رب. اللهم وهنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. احنا موجودين معاكم النهارده في مدينه سيدي براني في محافظه مرسى مطروح، انا موجوده مع مؤسسه سقيا الماء. انتوا عارفين انا بحب انزل بنفسي واشوف المصداقيه واشوف الشغل على الارض. انا جيت معاهم النهارده علشان نستلم بير صدقه جاريه على روح عمرو شلتوت اخو الاعلامي و الفنان واخونا في الله وصديقنا تامر شلتوت. طبعا حاجه يعني صعبه اكيد، لكن في نفس الوقت هي
فرحتها وجمالها ان هي صدقه جاريه وان هي تروح كده لعمر ان شاء الله وتغير حاله من حال لاحسن حال يا رب، وربنا يرحمه ويغفر له ويصبرهم ويبرد قلبهم يا رب. احلى حاجه في الدنيا الصدقه الجاريه، وانا بحب ابار مؤسسه سقيا الماء، واول مره انزل معاهم الحقيقه يعني هنا في مرسى مطروح واشوف البير بنفسي. تعالوا نشوفه مع بعض. تامر البقاء لله فعمر اخوك الله يرحمه. الله يرحمه يا رب. انا بشكرك دعاء ان انت موجوده معنا النهارده، وبشكرك لتعبك معنا. يمكن انا بشكر جمعية سقيا الماء على الـ على الـ على السرعه الحقيقه في تنفيذ هذا البير. ويمكن لما بيكون عندنا حد وحد قريب مننا والشخص ده انت عايزه تعملي اي حاجه ومش في ايدك حاجه تعمليها غير الدعاء او الصدقه، ودي الصدقة الواحد يكون بيهادي بيها أخوه، أو يا رب ربنا يتقبل. إحنا كلنا في يعني بندعي أن ربنا يتقبل منها هذه الصدقة إن شاء الله. بس أنا ربنا الكبيرة يتقبل منا يا رب. أمين يا رب. أمين. فإن البير وبالسرعة دي يتم تنفيذه، ونشوف زي دعاء كنت بتوري كل سنة مشاهدين إن هو بيخدم منطقة فقط، البير ده هو مصدر مياه الوحيد ليهم، فتحس إن أنت عارفة تعملي حاجة. وسبحان الله سبحان الله، يعني البير ده اتوجد النهارده وده عيد ميلاد اخويا الله يرحمه. سبحان الله الله يرحمه. فتحسي ان ربنا وفقنا في هديه ليه، ربنا يتقبلها يا رب. يا رب. طبعا احنا هنا في صحراء وفي بيوت موجوده في سيدي براني طبعا في مرسى مطروح. البير طبعا ده بيخدم كل البيوت المنطقه دي. ان شاء الله ربنا يتقبل منكم. وزي ما بنقول ان الصدقه الجاريه دي هي اهم حاجه، يعني الواحد صح. المفروض زي ما بنقول نعملها كمان لنفسنا واحنا عايشين، ونعملها لكل حبايبنا اللي سبقونا صح. ان شاء الله نتجمع في الجنه يعني يا رب. يا رب يا رب يا رب. هو فعلا يعني دي الهديه اللي بتكمل في الدنيا وفي الاخره، دي الهديه اللي تهدي بيها حد اللي تكمل عارف دنيته وفي اخرته. وكنت انا لسه بتكلم معاكي قبل ما نصور، قلت لك احنا ممكن بنعمل حاجات كتير لناس كتير بيهمونا امرهم، مين اللي هيعمل لنا واحنا ما نعرفش مين اللي هيعمل لنا. سبحان الله. فيعني العمر ده لابسين ولا حد عارف، يعني سبحان الله عمر يعني كان صغير صغير حبيبي. هو فعلا ملهاش مقياس وملهاش اي شيء، هو الاجتهاد مع الله عز وجل سواء بالدعاء والصدقه. في الصدقه اهم شيء الصدقه، ويا رب ربنا تقبل هذه الصدقه. وانا بشكرك دعاء، وبشكر جمعيه سقيا الماء، وبشكر كل واحد كان ليه دور ان الهديه دي توصل لاخويا الله يرحمه يا رب. ويا رب ربنا يا رب يكتبها في ميزان حسناته. امين يا رب. وفي ميزانكم، وربنا يكرم مؤسسه سقيا الماء. وانا حبيت اكون موجوده النهارده معاك كده واحنا بنستلم البير ده. واحب اقول لكل المشاهدين ان يا ريت الكل يدعي لعمر شلتوت الله يرحمه، ويدعي لتامر ولمامته والاخوه، وان هم يعني ربنا يصبرهم ويبرد قلبهم. وان شاء الله نتجمع كلنا يا رب في الفردوس الاعلى. يا رب يا رب يا رب يا رب كلنا وكل اهالينا وكل الناس اجمعين يا رب. ربنا يرزقهم يعني حسن الخاتمه يا رب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه. ربنا بشكرك يا جدع. انا بشكرك. شاركنا خير كبير وساهم معانا في حفر بير. بدعمك وتبرعك هنفضل مستمرين في توصيل المياه للأسر الفقيرة وحفر الآبار في مطروح وسيوة لأهالينا. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير الجميل. انا مش قادره اقول لكم على فرحتنا لما احنا كنا موجودين واستلمنا الابار بنفسنا. زي ما شفنا دلوقتي ده كان بير طبعا عمر الله يرحمه، اخو زميلنا الفنان والاعلامي تامر شلتوت. واحنا رحنا واستلمناه مع تامر، وقد ايه كان فرحان ومتاثر، واحساس جميل ان هو يعني يبعت هديه لاخوه الله يرحمه. فاحنا دايما بنقول نعمل لنفسنا صحيح. ونفتكر كل حبايبنا اللي سبقونا بالصدقه الجاريه. صحيح. رحمه الله على عمر. واستاذ تامر كان قال حاجه يعني لفتت نظري، ان الواحد في لحظه ما يقدرش يعمل حاجه. هو عمر اخوه خلاص فارق الدنيا، مفيش بقى لا حول لي ولا قوه. زي ما بنقول فاللي هو عمل لاخوه. لا شك انه عمر يعني هو اخو تامر،
احسن الي، ممكن يكون احسن الي، وهم اخوات. فلما عمري يلاقي اخوه يعمل له، ممكن في واحد بعد ما يموت ما لاقيش حد يعمل له، صح، يبقى انا اعمل لنفسي. احنا عايزين نغير مفهوم الناس عن الصدقه، ان انا اوصى حد يعمل لي او ان حد لو ورثه يعملوا لي، طب انا اعمل لنفسي، ايوه الحق نفسي كده، طب انا اعمل لنفسي واعمل واتاكد في حياتي ان انا عملت. وبنقول انت بتحافظ على الصلاه 5 مرات في اليوم، بتقرا الورد بتاعك كل يوم، بتقرا صفحه، بتقرا ربع، بتقرا حزب، على قد ما بتقرا وعلى قد ما بتقدر تقرا. المهم انت في حاجات ثابته بتعملها يوميا. ليه ما فيش صدقه بشكل دائم؟ مش هقول لك كل يوم، كل يومين، مش هقول لك كل يومين، خليها مره في الاسبوع بعد صلاه الجمعه مثلا وانت راجع. المهم يبقى انت الصدقه شغلاك، يبقى انت ليك ورد ثابت من الصدقه. انت بتصلي كل يوم، تقرا قران كل يوم، بتنزل شغلك كل يوم، في حاجات عندك ثابته، خلي الصدقه عندك ثابته. يعني انت يعني كان بعض السلف يبدا يومه بصدقه ويختم يومه بصدقه. وبعدين بقى في مفهوم جميل قوي واسع وشامل للصدقه، ان انت مش لازم تتصدق بالفلوس برضه. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الكلمه الطيبه صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، دي كلها ركعتين الضحى صدقه. يبقى انت ممكن تغير مفهومك عن الصدقه وتغير المنظومه بتاعتك عن الصدقه. ليه؟ انت اصلا ممكن ما تدفعش فلوس، لكن ممكن تقول لواحد كلمه حلوه تقعد معاه طول حياته. يبقى انت غيرت مساره عشان نصحته، او هو لما طلب منك مشوره انت اشرت عليه، المشوره دي نفعته في حياته كلها. صح. انت طالما هو انتفع بالمشوره وبالنصيحه دي، في ميزان حسناتك انت، خلي بال حضرتك، في ميزان حسناتك. في ميزان حسناتك. ليه؟ لان انت مثلا هو كان هيروح شمال انت وديته يمين، هو كان هيضر نفسه انت نفعته، فانت نجيته وخليت حياته يحصل فيها طفره بكلمة أو بنصيحة. فهذه الصالحة. صدقة. صحة صالحة. ودي كمان صدقة، ومفهوم من مفاهيم الصدقة إن يا جماعة مش لازم تطلع فلوس. أيوه. تمام؟ أنت دلوقتي لو بتشوفنا دلوقتي تبسم، ابتسم في وش أي حد أنت بتشوفه ابتسامة علشان تاخد عليها صدقة، تاخد عليها إيه؟ صدقة. وده برضو مفهوم للصدقة. ربنا يكرمكم، وربنا يقدر الجميع ويتقبل من الجميع يا رب. وشكرا. حد بقى يقول ان احنا خلاص بقى يبقى الناس تبتسم لسقيا الماء؟ ايوه، او تقول كلام. بس عايزين نوسع مفهوم الصدقه، ما يمنعش طبعا من التبرع والاسهام والصدقه. طبعا يتقبل يا رب. طبعا ربنا يتقبل من الجميع يا رب. بشكر حضرتك الشيخ احمد في نهايه الحلقه، واسيبكم مشاهدينا مع اخر تقرير في حلقتنا النهارده، تقرير مجمع لانجازات مؤسسه سقيا الماء. في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير، بضحكة صافية كتير تغير، بكلمة قلبي فرح يطير، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. في طريق حياتك القصير بتقابل انت ناس كتير، بضحكة صافية يطير، بس انت مد ايديك غيرك مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. بمجهودات حضراتكم ومجهودات جمعية سقيا الماء ومجهودات الحكومة، بدل ما كنا بنخدم عدد معين على مدار السنين اللي فاتت، قدرنا نرفع الكفاءة، والنتيجة ان اهالينا كلهم يستفيدوا، واللي جاي احلى بكتير.
هو ده الشغل اللي حضراتكم وصفته في مؤسسة سقيا الماء وحطينا فيه التبرعات بتاعتنا علشان نخدم عدد كبير جدا من أهالينا جوه مطروح. أنا اتبرعت بسبت نخلة لله وقف لله، فجيت علشان أشوفها بنفسي، أزرعها كده بنفسي وأطمن عليها، وربنا طبعا يتقبل. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، له الفضل والمنة، ثم الفضل لكم والشكر لكم إن أنتوا ساهمتوا في رفع كفاءة المحطة دي، وده إنجاز جديد ومجهود جديد مكملين فيه في سقيا الماء بفضل الله، ثم بفضل جهود ومساهمات حضراتكم، ومستحضرين كلنا كده الآية اللي بتقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا، بس انت مد ايديك غيرك او مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. اللي عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم وقادر. اللي عايش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا مؤسسة سقي الماء نعمل من أجل الإنسان.